السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد في قناة المنهد. اليوم راح نرجع لسنة ثانية متوسط، المقطع الثالث في العددي اللي هو الأعداد النسبية. أول درس هو تعليم النقط. راح نحلو مع بعض النشاط 1-40. النشاط هذا راهو طويل بزاف، فيه ثلاث وضعيات. عندنا التعليم في الزمن، وعندنا من بعدك التعليم في المستقيم المدرج، وبعدك التعليم في المستوي. احنا راح نديرهم كامل في فيديو واحد، اما لا اللي يحوس على يعني جزء معين من هذا النشاط ما عليه غير يكمل الفيديو هذه ويروح للمكان او المده او الزمن اللي راح يحوس عليه. اول شيء عندي التعليم في الزمن. رتب المنشآت الآتية حسب تاريخ انجازها. ما شاء الله المنشآت الاربعة هذه موجودة في الجزائر ما شاء الله. عندنا الشكل الاول اللي هو هو باب البنود في مدينة بجاية. تحية ناس مدينة بجاية. انشئ هذا المنشأ في 1067 ميلادي، في السنة 1067 ميلادي. الآن صورة بي اللي هي مقام الشهيد للعاصمة أو الجزائر، مدينة الجزائر العاصمة، تحياتنا لهم. أنشئ هذا المنشأ أو هذا كومون دير ستاتيو هدايا، بون باز ان ستاتيو مي بون، في سنة 1981 ميلادي. حديقة التجارب في العاصمة أيضا أنشئت سنة 1832 ميلادي. اما الضريح الملكي الموجود في مدينه تيبازا، وتحياتنا لسكان مدينه تيبازا، فانشئ في سنه 25 قبل الميلاد. قبل الميلاد. اذا اول شيء طلبوا مني ان ارتب المنشات الاتيه حسب تاريخ انجازها. جيد. اذا اول وحده انشئت يعني بترتيبها حسب الزمن، نظن باللي هي الضريح الملكي لتيبازا، هو الاول، هو اول واحد انشا يعني بين 25 قبل الميلاد. هادو كامل في الميلاد، اما الضريح الملكي فكان قبل الميلاد. دونك اول حاجه نرتبو احنا حسب الرموز. اذا دي هي الاولى، دي هي كانت اول وحده انجزت. بعدها عندنا حديقة التجارب 1800، وعندنا باب البنود 1067، وعندنا مقام الشهيد 1981. إذا شكون اللي تجي بعدها؟ تجي بعدها باب البنود، هي علاش؟ لأنه 1067 ميلادي. بعدها تجي حديقة التجارب اللي هي 1832، دونك سي، وأخيرا بي. إذا مقام الشهيد هو كان أجدد منشأ. الآن ضع تواريخ المنشآت دي وسي وبي وآ على مستقيم مدرج، ثم نقارن النتيجة. أنا راح نرسم مستقيم مدرج تاعي تحت تحت الشكل تاعي، ورايحة ندير خط هنايا هو الميلاد. وش معناتها؟ معناتها قبله، قبل الميلاد، وبعده بعد الميلاد. اذا قبله عندنا الضريح الملكي لانه قبل الميلاد، نديروه هنا مثلا. اذا هاتي هي مكان الدي. ثم بعد الميلاد عندنا باب البنود الا، وبعدها تجي سي، وبعدها تجي البي. قارن النتيجه المحصل عليها في الف مع مواضع النقاط على المستقيم المدرج. إذا دي ثم أ ثم سي ثم بي، فعلا دي ثم أ ثم سي ثم بي. هذه فقط كانت قبل الميلاد، الميلاد هو اللي كان يحكم فينا، أو هو يعني كما نقول قسم الزمن تاعنا إلى أحداث صرات قبل الميلاد وأحداث صرات بعد الميلاد. إذا هذا كان بالنسبة للنشاط الأول اللي هو نشاط الاول صفحه 40، لكن مازال ما انتهاش، انه كاين نشاط واحد اخر معاه. اذا احنا صاير راح نمحو هذه وراح نجيبو النشاط الثاني. اذا النشاط الثاني وراه هلا اللي هو تعليم النقاط على مستقيم مدرج. نمحو ما تبقى من النشاط اللي قبله ونبدأ.
تعليم نقاط على مستقيم مدرج. أول شيء عين فواصل النقاط ك و ال و ان و ام، هم عينين. الكا هي عند ناقص 4، الال عند ناقص 1، الام اي عند 2، والان اي عند 3. ارسم مستقيما مدرجا مماثلا ثم ضع عليه النقاط التالية. داكوغ سي سا سي فاسيل. راح نرسم احنا المستقيم المدرج تاعنا، راح نديره شوية غامق، احمر غامق هكذا باش يولي شباب. بعدا كنرجعو الخط كما كان. صح، عندنا الصفر في الوسط. بون، نبدلو اللون باش يكون اجمل. دونك هذا الصفر. اوكي، هذه زائد 1، زائد 2، زائد 3، زائد 4، زائد 5. اسمحوا لي، زائد 5. هنايا ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3، ناقص 4، ناقص 5. صح، على طابلة تاعي راهي دير الف دي. فوالا، نديرهم بهذا يا احسن. دونك هذه وهذه وهذه. صح، الان راح نكتبهم. عندي الصفر هنايا، زائد 1 هنا، زائد 2، زائد 3، زائد 4، زائد 5. ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3، ناقص 4، ناقص 5. صح، الآن راح نعلم باللون، باللون الأخضر. ناقص 5، لا ناقص، الآن رسمناه. دي هي زائد 4، دونك ها هي دي. إذن هذه هي الدي. سي هي ناقص 2.5، إذن ها هي ناقص 2 وها هي ناقص 3، تجي في وسطهم. إذن هنا هي السي. السي وشنو هي؟ هي ناقص 2.5. البي هي زائد 3، إذن هنا هنا هي البي. صح، أما الأ فهي ناقص 4، إذن ها هي الأ. ارسم في كل مرة مستقيما مدرجا وضع عليه النقاط المفروضة باختيار تدريج مناسب. دوكا هنايا بما انه قال لي تدريج مناسب، واش معناتها؟ معناتها انا دوكا راح نشوف النقاط اللي عندي هنايا. عندي 75، 25، 0 و100. اذا هنا التدريج مانيش راح نديرو، مانيش راح ندير بين تدريجه وتدريجه، يعني مثلا بين 1 سنتيم و 2 سنتيم ندير 0 و 1 و 2، ما نقدرش، لانه باش نلحق ل 100 لازمني مستقيم مدرج عملاق. اذا هنا لازم نبدل وحده التدريج. كيف نبدلها؟ سهله، شوفوا معايا كيف راح ندير. راح نرسم مستقيم مدرج، راح نرسمه ازرق دوكا، ورايحة ندير السهم تاع الاتجاه تاعو داكوغ. ومن بعداك راح ندير الصفر تاعي، نديرو هنا. اوكي، لكن الان، لكن الان تدريجة رايحة ندير كل واحد سنتيمتر هو 25، يعني هذه 25، هذه شحال تولي 50، هذه 75، وهذه 100. هنا نفس الشيء، هنا ناقص 25، هنايا ناقص 50، هنا ناقص 75، وهنا ناقص 100. راح نكتبوهم. دونك هذه نديروها 25، هنايا مش عارفه لا طابلتي علاش هاي دير هكا 25، وهنايا 50، هنا 75، وهنا 100 أو زائد 100. هنا تحبوا ديروا الإشارة، تحبوا ما ديروش، لكن في الأعداد السالبة أنتم مضطرون
انكم تديروا الإشارة. إذا ناقص 25 ناقص 50 ناقص 75 وهنا أخيرا ناقص 100. داكور. إذا نبدأ عندي الدي صح. إذا هنا عندي الدي زائد 75، دونك الدي راهي عند، نبدلو اللون نديروه أخضر، دونك الدي هاهي عند زائد 75، السي عند ناقص 25، إذا هنا هي سي، هلا، البي عند الصفر. بي عند الصفر. واخيرا الا وين عند 100. فوالا. اذا لاحظتوا باللي الوحده التدريج تبدلت، اذا من وجه وحده التدريج وشنو هي اللي تتحكم فيه؟ تتحكم فيه المعطيات تاعي او الفواصل اللي يعطيهم لي. اذا كان عطيني فواصل كبيره انا مضطره انه وحده التدريج نكبرها، اذا عطاني فواصل صغيره فوحده التدريج انا مضطره اني نصغرها. الان اخر شيء نفس الشيء، طلب مني مستقيم مدرج، والان عندي اعداد صغيره صغيره، كنت تلاحظوا باللي 1 0 0.5 0.1. اذا هنا انا مضطره اني ندير مستقيم مدرج، ولكن يكون وحده التدريج تاعو تكون صغيره. اذا راح نبداو مع بعض، راح نديرو شويه طويل ونكمل. فوالا. بون في الوسط توجور صفر، منساوهاش. ومن بعدك حنغير الكتابة نديرها شوية صغيرة وندير الإشارات حمر. هنايا عندي ناقص واحد، عندي 0.1، 0.5، يعني فغيمون لازم نعرف التدريجة اللي رايحة نديرها. إذا أنا نظن باللي راح ندير 0.1. داكوغ، يعني كل تدريجة 0.1. إذا هذه 0.1، 0.2، 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9. هنايا ناقص 0.1، ناقص 0.2، ناقص 0.3، ناقص 0.4، ناقص 0.5، ناقص 0.6، 0.7، 0.8، 0.9 و1. هذه 0.9 وهذا الى يا ما لا طابلات تاعي صاي ثبلت. هذه 0.1 وهذا 0.9 قصدي، وهذه ناقص 1. اذا راح انا مضطره ان نزيد في المستقيم المدرج تاعي اولى تاع لا كولور. دونك هنا رايح نزيد، نضطر اني نزيدو هكا. فوالا. اذا الان راح نكتب المعطيات تاعي او التدريجة تاعي. دونك انا عندي زائد صاي هبلت هبلت صاي هبلت تاعي صاي، يعني نمشي واحدة جديدة على حساب نشوف. دونك هنايا ناقص 0.1 او زائد عفوا زائد 0.1 زائد 0.2 الى اخره. هنا لا ميم شوز، هنايا ناقص 0.1 ناقص 0.2 صح. دونك نبدا نعلم. عندي البي هو ناقص 1، دونك نبداو نحسبو. عندي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 او ناقص 0.1 ناقص 0.2 ناقص 0.3 ناقص 0.4 ناقص 0.5 ناقص 0.6 0.7 0.8 0.9 1. اذا البي هو ناقص 1 هاي هنا. دونك هاهي البي. فوالا. الأو هي الصفر. فوالا. الآن هي ناقص 0.5، دونك ناقص 0.1، 0.2، 0.3، 0.4، 0.5. دونك هنا هذه وشنو هي؟ هي الآن. صح، بقات لي الآن هي زائد 0.1.
واحد. إذن هذه هي الآن. إذن نكون كملت النشاط الثاني أو الجزء الثاني من النشاط. قلنا آخر نشاط اللي هو التعليم على المستوي. دوكا راح نجيب الوضعية ونبدأها كيف كيف مع طبعا نمسح هذا الفوضى. صح، نجيبها، هي التعليم على المستوي أو التعليم في المستوي. جيد، ارسم الشكل المقابل حيث إحداثية النقطة A هما 2 و4، مهم إحداثيات النقط B و C و D. ضع النقطة E نظيرة D بالنسبة إلى محور الفواصل وارسم قطع المستقيم BC و DC. ما هو الرقم الذي تتحصل عليه؟ راح نبدأ نرسمه. راح نرسم معلم أحمر، نحب الأحمر هنا. نقطة التقاطع تاعهم اسمها صفر. داكوغ، هنا الأعداد، الفواصل الموجبة، الفواصل السالبة، التراتيب الموجبة والتراتيب السالبة، لكن معليش حنا رايحين نكتبو. إذا هنا عندي 1 2 3 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 الى اخره. صح، لا طابله تاعي راهي اليوم يدير بزاف لي زيغور، سامحوني، توقعت انه المدرس يكون احسن من هيك لكن معليش. الأ هي موجودة هنا بين 2 و4، إذن هاتي هي الأ. هذه هي الأ، صح. الدي بين 4 و1، إذن 4 و1 هذه هي الدي. فوالا. السي هي بين 6 و-2، إذا 1 2 3 4 5 6 و-2، إذا هذه هي السي. صح، أما البي فهي بين 2 بين -2 و2، ها هذه هي البي. إذا إحداثية النقطة أ هما 2 و4، ما هي إحداثية النقط بي وسي ودي؟ تخي بيان، سهلة، نبدأ بالبي. ب احداثيات شنو هما؟ نبداو بالفاصل، هي الاولى انا فاصله تاعو كانت ناقص 2 والترتيبه ايضا كانت ناقص 2. استنوا برك دقيقه جيسبر دوك تمشي. وناقص 2، صح، هذه البي. نروحوا الان للسي. السي هي زائد 6 وناقص 2 وناقص 2، الدي اخيرا. الدي وشنو هما احداثياتها؟ الدي هما 4 و1 زائد 4 و1، على بالكم بالاعداد الموجبه نقدر نكتبها بدون اشاره. بعد نقطه او نظيرة دي بالنسبة إلى المحور الفواصل، ها هو محور الفواصل، وشنو نظيرة؟ نظيرة دي من تكون تبعد نفس البعد عن النقطة وتكون النقطة ونظيرتها يشكلوا المستقيم اللي يمر على النظيرة والنقطة يكون عمودي على محور التناظر. إذا ها هي وينها النقطة الأو اللي اسمها اللي هي نظيرة دي، علاه كيف عرفتم بنظر؟ شوفوا راهم يبعدوا نفس البعد على محور الفواصل وعمود، يعني إذا مر مستقيم بينهما فهو عمودي على محور التناظر. إذا ضع النقطة أو بالنسبة لمحور الفواصل، أرسم القطع بي سي، نبدأ بالقطعة بي سي، نبدل اللون، أرسم القطعة بي سي، هاي وين؟ فوالا، وأرسم القطعة دي أو، أيوا، ما هو الرقم الذي تتحصل عليه؟ الرقم؟ بون، دي أو هي 1، هي 4 1،
والأو تولي هي أربعة وناقص واحد محور فواصل، هو اللي نظيرتها إيه، أربط بين البي والسي. ما هو الرقم الذي تتحصل عليه؟ أنا ما شفتش رقم. ما بون، أنا ما شفتش رقم، اللي شاف رقم يقول لي. إذن نشاط هذا هو كمل، هذا كان آخر جزء فيه. إيه بالك ثاني نربط البي بالآ، سنة ونربط البي بالآ. هي نورمالمون إلا كانت هكا تخرج ربعة، لكن هو قال لي أربطي. ممكن يحوس يدير نظيرة آ، السؤال نظيرة آ ماشي نظيرة دي، نظيرة آ تكون هنا تخرج لنا ربعة، إذا كاين خطأ هنايا. هذه هي نظيرة آ فتحة، استنى ربعة، دونك واحد زوج ثلاثة ربعة، ها هي نظيرة آ، دونك هذه هي نظيرة آ فتحة، نسموها آ فتحة. إذا كان كاين خطأ في السؤال، ممكن نظيرة آ مش نظيرة دو تخرج لنا، يخرج لنا الرمز هو العدد أربعة. دركا نستنى تعليقاتكم، قولوا لي الخطأ وراه. انا نظن باللي الخطأ انه المفروض يقول لي هنايا ضع النقطة او نظيرة ا ماشي نظيرة دي، والله اعلم. انا هذا النشاط ما درتوش من قبل، اني انا كي نكون في العدد نسبيا ندير انشطة من عندي، ما نديرش انشطة الكتاب. اذا عندكم يعني جواب الاستفساري من فضلكم خلوا لي في التعليقات. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا درس اليوم، نلتقي في الدرس الجاي، الى اللقاء.